الكراغلة في الجزائر يعيرون الشعب المغربي بأنه يركع للملك، في حين أنهم لا يركعون إلا لله، ويتجاهلون أن هذه المرأة السورية اللاجئة التي طردوها إلى صحراء النيجر استقبلها ملك المغرب محمد السادس وانحنى أمامها، وهو الذي لم ينحني لملوك العالم، في حين أن الكراغلة في الجزائر يستقبلون من اغتصب نساءهم وقتل رجالهم ووضع جماجمهم في المتاحف. ولم يتوقف الأمر هنا، بل أن نساءهم احتضنوا ماكرون وقبلوا يد الرئيس الفرنسي فرانسوا هولاند. حتى كتبت زوجة فرانسوا هولاند في مذكراتها أنها وزوجها أصابهم الملل من كثرة تقبيل أيديهم في الجزائر. ولم يتوقف الأمر هنا، بل أن الذل التي تعيشه المرأة الحرة في الجزائر أصبحت تركع أمام صورة طبول. والله العظيم لك يعجبك الحال ملي كتشوف ابناء الدول العربيه في المشرق حتى هما وصل لهم الهدف اللي كنخدموا عليه والمبدا اللي عايشين عليه، ليعلم العالم ومع من حشرنا الله في الجوار، ولاو عارفين الكره والخبط اللي كيمجازوا به هاد الناس، وبانهم ما كتهمهمش المصالح ديال الدول العربيه، وانما الهدف ديالهم هو ضرب الوحده الترابيه للمملكه المغربيه ويحققوا واحد الحلم اللي قلنا لهم هادي شحال غير نساوه ما عمره غادي يتحقق، هو انهم يضربوا طله في المحيط الاطلسي، كيديروا الغرائب والعجائب في المقابل كيجيو يسميوها في المغاربه ويبغيو يشوهوا الصوره ديال المغاربه. نتمنوا نبقاو مستمرين على هذا المبدا، والله يعلي رايه المملكه المغربيه عاليا. هاد اليومين قلت لكم الزيرو السنطه، راه القضيه جايه وكتصعب، النيفو كيطلع، بدينا هب اللارج، دزنا عاد الحمير، شويه مشينا عاد الحجر، لا هي حجره ولا وحجر، هما قصص متنوعه على الحجر، كيفاش جاهد وكيفاش حنا نسمعوا حتى جاي. لا بلاتي وازيدك من البيت شعرا، الشجره هو ساهم في تحرير الجزائر، اش كتسمع اوليدي واش عاد تسمع، شجره البلوط هي ساهمت في تحرير الجزائر، وما يمكنش عاوتاني على الحجر بوحدو، خاصو الحجر والشجر، القافيه تجي مقاده، لا يبقى على الحجر بوحدو، الحجر والشجر، مالك شجره البلوط هي حرت الجزائر، بالسيف اصاحبي راه بالسيف هاد الحيوانات والحجر والشجر ينوضوا اصاحبي، راه من اكثر الدول اللي تمت الاحتلال ديالها اصاحبي 450 سنه من الاحتلال، 316 سنه والدوله العثمانيه محتلاهم، وهي طلعوا لها فرنسا وباعتهم لفرنسا، شبعت منهم وباعتهم، فرنسا جات كملت الباهيه، 132 سنه من الاحتلال، وتخيل هاد انت كتشوف بالهرج هزاته النفس وناضي دافع، والحجر ناضي دافع، الشجر ناضي دافع، ما كاينش الرجال، بالعكس هما كانوا كيخدموا حركه على الفرنسيين، كيقول لهم ها عيالاتنا ها ديروا التجارب النوويه ها الريوز ديهم ديروهم في المتحف خذوا اللي عجبكم كنا ديالكم، بالهرج هزاته النفس وناضي دافع، انا سمع جزائري قال لك الحمير هزوا سلاحه كي داروا هزوه الله اعلم، المهم هزوا سلاحه وخرجوا فين مشاو، يلاه الحيوانات هزتهم النفس وهما ما هزتهمش النفس، وقال لك جبنا استقلالية وديش من استقلال وزيدك هذه شجرة البلوط هي سابت في تحرير الجزائر اللي من تعاودها ولي من تقولها الله أعلم راه نسمعوا الخبير ديالهم زيد من هذا الكرمة كيفاش دارش. معالم كثيرة لا تزال شاهدة على كفاح الشهداء والمجاهدين في الجبال والأودية، وخير دليل هذه شجرة البلوط التي لا تزال شامخة رغم مرور السنين، فهي من خبأت بين أحضانها الشهيد هرام وابنه على العدو طيلة ست سنوات. قتل الله وفاق بها الشيباني الله يرحمه من بكري، ومن بعد اللي جات الجيش دارها كازما هنا عاد هذه الهربة نتاعو من هي من المركز من هي يهرب الله هنا يدخل لقى يشوف الكونفا ولا الطيارات ولا غيرها طب وسطها ما يتحرك لهاك لهاك قد ما يديروا والو ما يجبدوهش هنا، من بعد عدت نتصل بها هنا عدنا ندخلوا في اثنين وسطها. لم يجد الشهيد وابنه المجاهد مأمنا من العدو الفرنسي سوى هذه الشجرة التي تتوسط الغابة، حيث يدخل بداخلها وتحتضنه كالأم المفجوعة عن ابنها. غير شي بني وانا هذه الكازما نتاعنا احنا نطلعوا فيها من الجبل ولا منها منين عادت الكونفا هذه برصنا، ما كانش مجاهد اخر يجيها، لا الكازما نتاع رجلت هذه خصوصا في الربقة وفي العرش هذه هي هو وابنه، هذه الكازما نتاعنا اللي شدينا وحنا هنا، وحتى وشدينا ما دعوش كواغد ولا كذا، نحوهم منها جبدوهم، ما دبعت لا الكروشة ولا الكواغد ولا الدراهم ولا شيء ولا الرشتات اللي فيها. شجرة البلوط لا تزال راسخة في نفوس سكان منطقة القندوزة الذين يعتبرونها شجرة مجاهدة ويتمنون حمايتها. آثار من آثار الثورة وكانت حامية المجاهدين، نطلبوا من السلطات يرموها ولازم تبقى في التاريخ، لابد الاجيال يحموها ويصنعوها ويرموها وتكون تاريخ للاجيال.
حتى وإن شاركت كل أشجار الجبال في ثورة المجيدة ولم يلتفت أحد إليها، إلا أن شجرة البلوط الثائرة هذه فتحت ذراعيها وقلبها وشقت نفسها لرجل استشهد من أجل أن تتحرر الجزائر. السنين هو مخشي فيها أشكانية كل علم، السنين هو ولده قال مخشي شمايا، ونطالب من السلطات إعطائها وسام قصوا يرموها وقصنا كذا ونخليوها خالدة في التاريخ. مالها راهي اللي حرت الجزائر، شوفوا مع من مجاورنا عباد الله، وشوفوا مع من مجاورنا. ما كاين تاريخ ما كاين هوية، أطلق سلوقية، هذا هو المبدا. ما عندنا تاريخ ما عندنا هوية، الله أطلق. أراد دابا نشوفوا أمي الهرنونية، ما لقيتش ما يدير هزت حجرة حطتها فوق واحد القبة قالت لهم هذه قتلت ثلاثة الجزائريين. أمي امشي الله يرضي عليك دير عقلك، أسكتوا سيدي أنا حاضر على هذه الواقعة، ومن ديك الساعة وأنا محافظة عليها وخازنها. ها هي فوق القبة بقاو تجيو تبركوا منها، ها بارك شكل لها الحجرة، أجي هادشي في سبيل تحرير الجزائر، ها بارك شكل لها الحجرة، حطها فوق قبة. مالك هذه قتلت ثلاثة الجزائريين. وقالوا سيدي تحاوروا معها أي أمي الهرنونية كيف وكانت ودازوا من هنا وجاوا من ليه وطاحت عليهم وهودت من هنا، وانا بقيت محافظه عليها ومحافظه على التراث الجزائري. راه عندكم التراث تبارك الله، ها عندكم التراث، عندكم حجره حتى راه باش كتعرف واش عضحك واش عجبكي واش عدسها. هي زيد كبر يا امي. فمنذ اكثر من نصف قرن وهي تحرس هذه الصخره، والسر في ذلك انها كانت سببا في هلاك ثلاث فرنسيين. جات لجيب من عينبل، كانوا في عينبل سياره من نوع جيب لجيب، هذيك اللي ما عادهاش من فوق لا لا كلا كاع ما عادهاش، ركب سنين من الورا وخر ياكاو يسوق تقلب بهم. هذه هذه خرجت بين الروضه والروضه كاي صغيره، قلبت هاك بدات تدحس فيهم، خلات امويها لقطوهم. قبل اكثر من نصف قرن مرت سياره وبها ثلاث فرنسيين على القريه، وكان هذا الحجر سببا في وقوع حادث مرور تسبب في هلاكهم. ومنذ ذلك التاريخ وخالتي ربيحة تحتفظ بهذه الصخرة وفي نفس المكان وتحرسها ليل نهار لأنه يذكرها بهذه الحادث. هو شوف لك الحجرة هي كي مطورة قبقاش مخزونة جمّا تشابشهم دايزن يو تخشى تحت منهم وقلبت لهم الطنوبين. أخطيرة هاد الحجرة، باركتك على الحجرة، باركتك. قال لك بالطيحه بالموجه الله يعاون، اما انت ما وهي محافظه عليها، وراه خطه مدروسه دارت لهم ثاني الحجره، راه ماشي عاشت تخزنت ولقاتهم في الطريق. وهي الحجره كنشوف فيها ما تقولش شي دبانه قلب الطوموبيل بثلاثه ديال الناس. يا ربي ديرنا شي تاوي ديال الخير، راك شالي واحد القصه اخرى شالي ديال واحد الحجره. وهذا وعباد الله شينا راه يفربلونا، قلت لك راه حلفوا علينا، حلفوا تيساليو معنا عيقتلونا. هبط الضحك حتى لا جيتي تعمق مع هادو، والله حبيبي شي يطير لك الفيزيبل ما كاينش. لا زيد يا خوتي كيفاش مالها. هذه صخره موجوده في مدينه الجلفة الى يومنا هذا، المستعمر يحكي عليها بطريقه وحنا نحكوها كما حكوها لنا الجداد. هذه كانت واحد المراه مسكينه عندها نعيجات وقاعده، وفجاه جاء المستعمر وجات جيوش كانوا يبحثوا على المجاهدين، لقاها تخبز. قالها انا عارف باللي هذا راح تبعثيه المجاهدين. قلت له يا ودي انا نقول لك هذا خبز ولاتي. قالها لا قولي لنا وين كاين المجاهدين. ايات يا ودي ما نعرفش ما شفتش. قالها لا. ومن بعد كي ما حبش تقر جبد لها واحد من ولادتها وذبحوا قدامها، ويا ما دارت فرنسا جرائم. المسكينة ترعدت وبكات وقالت له يا ربي الله إن شاء الله يمحمح لك كبدتك كما كما درت لي هاك. وبالفعل هذوك راحوا قال له مادام ذبحنا لها ابنها وما درتش هذه باينة ما تعرفش، ومشاو. بصح دعوة المظلوم هي دارت قطعة نتاع عروينة ودعات، ودعوتها كانت في الصواب ما هي إلا ثلاث أيام، وطلع هذا الضابط ميشيل هو اللي كان حاضر في الحادثة عند واحد الصخرة، وهذه الصخرة جات وطحت عليه من الجبل مات في الحال. لكن فرنسا حبت تبين الأهالي العنف نتاعها، شدت هذه الحجرة ورفضوها وعملوا لها محاكمة، وما زالت نحكوا عليها وما زالت موجود مكانها. وباش يديروا لها ضخم كبير حطوها، وعادوا كل يوم في نفس التاريخ يجيبوا رصاص ويضربوها بالرصاص، يعني يعاقبوا فيها كل عام. وهذه المرأة
كل عام تروح وتدير لها شويه حنه وتقول لها انت نفتي عليا وانت جيتي وسمعتي دعوه الوليه. وشوف لك هاد فرنسا ثاني وقلاش ما يدار. هلا دابا زعما الفرنسيين يكونوا داروا هاد القصه هادي حتى هما يكونوا مكلخين بحالكم ثاني جاوا هزوا حجره وداوها للمحكمه وحكموا عليها ودخلوها للحبس ومن العام لعام كيجيو يبقاو يشريو فيها حتى تشري في حجره. اش معناها كل لو كيلغي بالغاه كل لو عنده قصه ديالو كل لو عنده استوار ديالو. وهنا عاد عرفت علاش هما دايرين وزاره ديال المجاهدين وعلاش كيتغناو بالشهداء. حيت ما انا بعدا كنت كنتصدم علاش كيبقاو يتغناو بالشهداء دائما لان ما يمكنش تفتخر بشي حاجه حتى هو كل فيها العصا. قتلوا لنا مليون ونص وي حنا واعرين قتلوا لنا مليون ونص هذه ما كدارش. انا كنعرف بنادم اللي كيفتخر كيقول لك وي دقدق العدو دقدق منو كذا كذا ديال الناس ولكن وي حنا واعرين مالك قتلوا فينا مليون ونص كيدير حتى شي واحد من غير الجزائريين. واي واحد كيبغي يبين راسو واعر في الجزائر كيقول لك انا ولد مجاهد. هادي راه معروفه هادي هادشي علاش هما كلشي كيبغي يصنع شي استوار ديالو خاصه بحال هاد المراه الكبيره هاد الحجره راه قتلت كذا كذا وانا محافظه عليها وانا تشرات وهادي ومدخله باش تبان بانها حتى هي من المجاهدين وتبان من. يعني كل منطقه كتحاول تبين بان راه كان عندها الجهاد وكانوا عندها المجاهدين وكانوا عندها كان اللي جايب لك شجره البلوط اللي داير لك حجره كيزوروها باركتك على الحجره كله باغي يبان بانه شهيد وولد مجاهد وبانه كيجيبوا من الله. دابا داك الشيء راه غادي يعلي المرتبه ديالهم ونقسم لهم بالله بان هاد الاستوار اللي التاريخ اللي باغيين يصنعوه المزيف وكذا هادشي كامل عشناه حنايا المغاربه في معركه وحده. هاد الحماق ديالهم كامل نكونوا عشناها في معركه وحده سواء معركه واد المخازين الملوك الثلاث معركه الزلاقه معركه واد اللبان زيد لهم حرب الرمال وزيد وزيد من المعارك اللي خاضوها المغاربه. ومع ذلك قليل اللي كتلقاه كيفتخر بهذا الشيء هذا وهما اللي ناض. حنا دوله المجاهدين حنا دوله الشهداء غاسخسخوا منا مليون ونص غادقدقوا منا 5 مليون داروا لنا بلارج مجاهد حجره مجاهده الله يا ربي ما حشرتينا. ومازال كنأكد لكم زيروا الصمتة القادم أكثر من هاد الشيء هذا. احنا شادين الحساب باللارج الحمير الحجر شجرة البلوط يعلم الله هالجاي الله يكون معنا وصافي. احنا شادين معكم الحساب عازيدو دابا راه شي 5 مليون ونص وباللارج والحمير والحجر والشجر والزير احنا غادين معكم تنشوفوا في عاش وصلوا. فكان هذا هو الفيديو ديال اليوم خليوا لنا لايك باش بغلوش علينا بالآراء ديالكم. الناس اللي مازال ما مشتركوش معنا اشتركوا وفعلوا الجرس باش يوصلكم الجديد ديالنا دائما.